الله يبارك فيك يا كابتن كريم، الله يبارك في حضرتك. يعني استمتعنا أشكرك. بصراحة امبارح بأداء راقي من نادي سموحة، لعيبة عملوا جيم كويس جدا، الجهاز الفني، وفوز كبير لنادي سموحة يطمنا في مباراة العودة إن شاء الله. كتر ألف خيرك، أشكرك يا رب. إن شاء الله ربنا ييسر. طبعا هم بذلوا مجهود كبير ولعبوا لعب جميل قوي، والجهاز الفني كان على قد المسؤولية، واللاعبين كانوا بيلعبوا بروح عالية جدا زي ما حضرتك بتقول، بس طبعا ضيعوا أهداف كتيرة قوي 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 قوي. ايوه برايك ايه في الاداء غير النتيجه الكبيره؟ الاداء جميل جميل جميل، كان في روح، اهم حاجه ان هم كانوا روح، وكانت اللعيبه متقاربه جدا من بعضها، وكان عندهم اراده الفوز، وكان حريصين جدا على ان هم يكسبوا زي ما حضرتك بتقول، ان هم يخلصوا المباراه من هنا تحسبا لاي حاجه تحصل في كينيا. بالظبط بالظبط، ده اللي كان باين، ويعني كانوا على قد المسؤوليه، وكان في حماس وفي رغبه في الفوز، وكانوا بيلاقوا بعض، وكان في روح عاليه جدا جدا واحساس بالمسؤوليه. خاصه ان لما اتقابلت معاهم قلت لهم انتوا بتمثلوا مصر، ما بتمثلوش سموحه. ايوه انتوا بتمثلوا مصر كلها وما بتمثلوش سموحه، والكره المصريه ردت اعتبارها في افريقيا. فنتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا قد المسؤوليه، وهم كانوا قد المسؤوليه. اكيد. يعني طموح نادي سموحه السنه دي اعتقد في الكونفدراليه مختلف، يعني نادي سموحه السنه دي بيلعب عشان ينافس على الكونفدراليه، عكس السنين اللي فاتت السموحه كان بيلعب في افريقيا ولكن ما كانش عنده لسه الخبره الافريقيه. اعتقد المجموعه الحاليه دلوقتي نادي سموحه اكتسبت خبرات، وفريق نادي سموحه دلوقتي عنده القدره ان هو ينافس على الكونفدراليه. يا باشمهندس فرج، اشكر سيادتك. طبعا هو ده الاحساس اللي عندنا، اللي حضرتك بتقوله ده هو بالظبط الاحساس اللي عندنا. اولا الفرقه اكتسبت خبره افريقيه هايله، زائد ان هي كملت عناصر كانت فاقداها في اماكن كثيره بالرغم من الاصابات، لكن ما زال موجود في الفرقه عناصر، وموجود في الفرقه لاعبين بيبقوا يعني موجودين خارج الملعب على المستوى الاكبر، موجود بيكملوا بعض، وكلهم بقى لهم شكل وبقى لهم طريقه لعب. واحنا ان شاء الله عندنا امل كبير ان احنا ننافس على الكونفدراليه، لكن زي ما سيادتك عارف طبعا ان عشان نكون منطقيين هنمشي مباراه مباراه. ايوه يعني ماشيين واخدين ال مباراه مباراه، والجهاز الفني يعني بيبذل خساره جهده، وخلى الفرقه ليها شكل يعني متقارب جدا مع اللاعبين. وطبعا الكابتن مؤمن سليمان طبعا انا بحييه وبحيي الجهاز الفني والاداري على المجهود الكبير اللي خلاهم يوصلوا الفرقه للشكل ده. السنه دي برضه في الكونفدراليه دور ال 16 هيكون دوري المجموعات ولا زي السنين اللي فاتت؟ لا اظن في بعد المباراه دي مباراه ثانيه، ان حضرتك عارف الناس اللي بيطلعوا من دوري الابطال يجوا يلعبوا في الكونفدراليه، فبيبقى في هيبقى في الدور الجاي هيبقى دور صعب جدا، وبعد كده يبقى في دوري المجموعات. ايوه يعني في اللي هو الملحق وبعدين دوري المجموعات. دوري المجموعات بالظبط كده. تمام. مبروك يا باشمهندس، وان شاء الله ماشي خطوه خطوه. اشكرك. ان شاء الله بالتوفيق كمان في المباراه القادمه، ونادي سموحه هيصعد ان شاء الله الى ملحق دور ال 16 الدور القادم باذن الله. بشكر سيادتك على تشجيعك وعلى حماسك، وربنا يبارك في سيادتك. متشكر. الله يخليك الله يخليك.